تشوفها تاخدك للزمن الجميل وروايحه، بسيطة وجميلة، وتفكرك بأهلها اللي كانوا ساكنين فيها. صاحبها عاش في وسط البلد جنب البورصة، وبعدين حن لهدوء الزمالك. كلامنا عن فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي للفيلا بتاعت رشدي أباظة في المعادي. ازاي الفيلا بتاعت رشدي أباظة بتاخدك لروايح الزمن الجميل؟ وايه حكاية الفيديو اللي انتشر ليها؟ مش هتصدق شكل فيلا رشدي أباظة في المعادي عامل ازاي، ويا ترى بقت ايه دلوقتي؟ خليكم معانا في الفيديو ده عشان ناخد جولة جوه الفيلا ونعرف مواصفاتها واحلى حاجة فيها. رشدي أباظة كان من الفنانين اللي بيحبوا البساطة والهدوء، وفي بداية حياته كان عايش في وسط البلد بالظبط جنب البورصة المصرية. مع الوقت بدأ وسط البلد ما يكونش هادي زي زمان، ساب مكانه زي ما هو وخد مكانين، واحد في الزمالك الهدوء والطبيعة والنيل، وفيلا في المعادي اللي معانا في الفيديو واللي فكرتنا بيه وبجمال اختياراته. رشدي أباظة زي ما كان فنان ليه نجوميته وعنده وسامة يتحب علشانها لحد ما بقى دون جوان السينما المصرية، لكن كان ليه ذوق في اختياراته اللي ما كانتش مدمرة حياته زي ما بنسمع اليومين دول. رشدي أباظة اشترى فيلا في المعادي بس سابها ورحل عن الدنيا، وزي ما شفنا من فترة العربية بتاعته معروضة للبيع في شوارع المعادي. اليومين دول في فيديو عن فيلته اللي في المعادي. الفيلا من مميزاتها بساطة الديكور، هتلاقوه كلاسيكي وواخد من روح الطليان علشان أمه إيطالية. الزرع أهم حاجة فيها، وغير الجنينة الكبيرة اللي حوالين الفيلا كل ركن فيها مزروع، ورشدي أباظة كان واضح أنه بيحب الهدوء والكلاسيكية في حياته، والطبيعة كانت واخدة من روحه. الفيلا فيها لوحات مرسومة لفنانين عالميين، والألوان هادية بتسيطر على المكان، كل شيء فيها مرتب ونظيف. المكان ياخدك لروايح الزمن الجميل، مفيش الفخامة ولا البهرجة بتاعت اليومين دول، وعلشان كده اللي شاف الفيلا دي قال لازم تبقى مكان تاريخي. الفيلا واسعة مكونة من دورين، والحيطان من بره باين عليها ان الزمن اكلها ومحتاجة تترمم، وفي حمام سباحة صغير لكنه مش شغال، واوراق الشجر وقعت فيه، لكن الفيلا من جوه جميلة وتقدر تقول عليها جنة زي ما قال المتابعين في تعليقاتهم على الفيديو. الأسئلة بدأت تدور بين المتابعين وبيقولوا مين عايش فيها، وهل ليه أهلي يورثوه ولا لأ؟ واللي عرفناه إن في كافيه في الجنينة بتاعت الفيلا وشغال والناس بتروح تقعد فيه، كمان في مركز تدريب في شباب وبنات بيروحوا هناك، لكن معرفناش مين القائمين عليه أو شغالين في إيه. ورشدي أباظة من مواليد 3 أغسطس سنة 1927 ورحل عن دنيتنا يوم 27 يوليو سنة 1980، بينحدر من الأسرة الأباظية الشركسية المعروفة، واتولد لأم إيطالية وأب مصري. حصل على البكالوريا من كلية سان مارك باسكندرية، وما كملش دراسته الجامعية علشان عشقه للرياضة. كان رشدي أباظة بيجيد 5 لغات غير العربية، وهي الإنجليزية والفرنسية والإيطالية والألمانية والأسبانية، وكان مرشح للسينما العالمية، وكان ممكن يسبع عمر الشريف على هوليوود، بس هو اللي ضيع كل الفرص اللي جات له، واشترك دوبلير للنجم العالمي روبرت تايلر، وده في فيلم وادي الملوك، واشترك في فيلم الوصايا 10 للمخرج العالمي سيسيل ديمل، وغيرها من الأعمال. رشدي أباظة اتجوز أكتر من 12 مرة، منهم تحية كاريوكا وسامية جمال وصباح، واللي جوازه منها كان قصير وقعد 24 يوم بس، وعنده بنت واحدة اسمها اسمت، خلفها من مراته الأمريكية باربرا، وكان آخر فيلم خلص تصويره قبل ما يرحل اسمه سأعود بلا دموع، واشترك بعده في فيلم الأقواء واللي يعتبر آخر أعماله. الله يرحم رشدي أباظة دون جوان السينما المصرية وفتى أحلام كل البنات. قولولنا بقى في التعليقات إيه أكتر فيلم بتحبوه لرشدي أباظة ومش هتنسوه خالص، ولو عارفين الكافيه اللي معمول في المعادي اكتبولنا في الكومنتات.